نحن حين نحبهم فإننا نحبهم بكل ما فينا من صدق الشعور، نتمناهم على عرش السعادة متوجين، نخشى عليهم من نسمة هواء باردة قد تؤذيهم، نخشى عليهم من أصغر الكلمات إن تكلمنا معهم، نؤثرهم على أنفسنا حتى في الدعوات السماوية، لأنهم لم يكونوا كأي بشر في حياتنا، لم تحسب ساعات السعادة من يومنا بدونهم، هي محطات قصيرة جمعتنا لكنها أحكمت وثاقها. أعجب أحيانا، لكن هي تملكنا ونحن لا نملكها. ومن صنائع ذلك الشعور أن تبعد وفي القلب غصة البعد، فقط ليسعد وليسعد شخصا آخر ليس أنت. يا أولئك أحكموا عليها، وليبقى حبل الوصال هو الدعاء بيننا.